Спасибо. Teşekkürler. Уважаемый господин министр, уважаемые коллеги, Şükran cazilan. Saygıdeğer bayanlar, baylar. Öncelikle bir kez daha أولاً Türk dostlarımıza ev sahipliği yaptıkları أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأصدقائنا الأتراك على حسن استقبالهم لنا وحسن استضافتهم لنا في هذا اللقاء الثالث تقريبا هذا العام، أولها كان في منتدى أنطاليا الدبلوماسي وبعد ذلك في موسكو والآن أيضا في أنقرة. نلتقي مجددا كلقاءات ثنائية، علاقاتنا قائمة على علاقة الصداقة المتينة فيما بين الدولتين، وبالطبع تطور العلاقات بهذا الشكل هو السبب هو المحادثات المستمرة بين قادة الدولتين الروسية والتركية. هناك 9 اتصالات هاتفية تم عقدها إلى حد الآن بين القادة، وتم الحديث عنها كل المستجدات في ما بين الدولتين وأيضا في المنطقة ككل. الآن هذه المحادثات مستمرة بين الوزارات وبين وزارات الخارجية وأيضا الوزارات الأخرى. هذا العام سنعقد الاجتماع التاسع للهيئة رفيعة المستوى لتطوير العلاقات الاستراتيجية فيما بينها العلاقات التجارية والاقتصادية وأيضا الأطر الأخرى. تقريبا حجم التبادل التجاري وصل إلى أكثر من 14 مليار دولار. طبعا نتحدث عن إمكانية حدوث اتفاقيات للتبادل التجاري بالعملات المحلية. طبعا أيضا هناك الحديث عن وجود بعض الاستراتيجيات الأخرى في هذه الخطط الأخرى أيضا، مثلا من أجل زيادة عدد السياح الروس في تركيا. كما تعلمون في عام 2019 كان هناك رقم قياسي تم تحطيمه، هناك 7 مليون سائح سوري زار تركيا، وبالتالي فعلا هناك اهتمام روسي كبير في السياحة في الأماكن السياحية التركية. كما تعلمون هناك أيضا منشأة للطاقة النووية في الجنوب التركي، وهو أيضا استثمار مشترك تركي وروسي. وأيضا هناك مشروع السيل التركي للغاز، وطبعا هناك مشاريع أخرى. اليوم تطرقنا إلى العلاقات الثنائية بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية. كما تعلمون أن هناك تهديدات موجودة تهدد أمن روسيا واستقرارها، و قمت أنا بتقديم بعض المعلومات والمستجدات حول هذه المخاطر. نحن نركز في عملياتنا العسكرية بشكل تام على أن لا يتم إذاء أي مدني، وأيضا حماية الحدود الروسية ككل، وطبعا بالإضافة إلى ذلك حماية إقليم دونباس بشكل كامل. طبعا هناك أزمة كما ترون، هي أزمة الحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود. هناك الكثير من الأنباء الخاطئة التي تنتشر في الإعلام العالمي.